ان شاء الله يضبط، ما ادري كم مره سجل ويخط. بسم الله، بتكلم عن البوس الثاني في لعبة نيو او سيكو، اقصد عفوا لعبة سيكو شادو دايت فايس. اسم البوس جنرال نوماري كوانا، طبعا عندك قال اغلب البوسز شرحها. لان عندك الشيء الوحيد اذا كان عنده شخصية مساعدة حوله ولا انه بس انه كويس. تمام، البوس هذا عشان تستعمل عليه دمجة استقبل فوق يكون كذا اسهل لنا وخر بعيد. تمام، ثاني شيء ما عندنا نضرب بلوك عشان نشوف الطاقة من فوق او نعبي الجيج اللي فوق. اح بلوك خاف عليك، وخر بعيد عن هذي او يمديك تنط من فوق الحاشية. بلوك بلوك اح ما سوى وف وخرنا بعيد عن هذي. اح خرب عليك جوني اوف وهيقتلني. اح ما ضبطت معاك ليش؟ نروح هي جاي اوف نقص الطاقة حقه كان اوف خربت عليك. تعال حلو خرب ضيعت. احا اح طيب سويت الهيل بلوك بلوك مع السلامة. هنا من فوق ايزي دم تعال جوسيت هذا عشان نزيد الهانج بوشن حقنا. ناخذ الايتم من هنا